رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عكف على الإيلاء على إيلاء المواطن كل العناية من خلال توفير السكن اللائق، فإن قطاع السكن والعمراني والمدينة يشرف على توزيع قرابة 1.5 مليون وحدة سكنية ما بين سنة 2020 و 5 جويلية 2024. وهنا خلينا نقول أنه ما بين سنة 2020 وسنة 2024 يعني 5 جويلية 2024 إن شاء الله راح ننتهي من يعني نكون قد وزعنا قرابة 1.5 مليون وحدة سكنية، محققين بذلك عتبة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الجزائر المستقلة.